قال كذا واحد السيد مريض وحالته خطيره بزاف. ايوا بقى نعس في السبيطار شحال هو داك الطبيب، كل نهار يجي عنده يقول له حالتك خطيره. واحد النهار ويقول لي الطبيب شوف الشريف راك غادي تموت، اخر حاجه بغيتي تشوفها شنايا؟ قال لي عارف راسي غنموت، غنشوف لي شي طبيب اخر بغيت نشوفه الله يعطيك الستر.